مفاوضات الزمالك مع جيمي باتشيكو، ده الخبر الاول معانا. والخبر الثاني وهو مكالمه مستر كروش المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي مع محمد مجدي قفشه، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرضه. في البدايه كده، لو انت ما عنديش في القناه واول مره تشوفني، فاتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك، لان طبعا اللايك ده هيخلي الفيديو يوصل لكل الناس اللي عندي على التشانل. وتعالوا كده سريعا ناخد الموضوع بتاع جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول بالقلعه البيضاء. جيمي باتشيكو يا جماعه ليه مستحقات عند نادي الزمالك، واكيد كل الناس فاهمه بحاجه زي كده. المستحقات دي كان بقى 400,000 يورو. دلوقتي بقى جيمي باتشيكو رفع قضيه على نادي الزمالك للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، بيطالب نادي الزمالك فيها بكام بقى؟ ب1,400,000 يورو. حاجه ضخمه جدا. واحد يقول لي يا عم 1,400,000 يورو ايه يا عم؟ هي معروفه اصلا 400,000 يورو والكلام ده من فتره كبيره جدا. اقول لك ان في حاجه اسمها جدوله زمنيه، وفي حاجه ايضا اسمها لما تاخر، او شرط جزائي بيكون لما تاخر عن سداد المبلغ ده في وقت معين اكيد هيكون في شرط جزائي انا هدفعه. بالفعل نادي الزمالك اتاخر واضطر ان الشرط الجزائي ده، المشكله ان هو كان 1,000,000 يورو، ودي مشكله كبيره جدا بيواجهها نادي الزمالك مع جيمي باتشيكو. وبالفعل مسؤولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات رسميه مع المدير الفني للفريق الابيض السابق، وقالوا له عايزين نحل في الموضوع، نشوف حل للموضوع، لان مبلغ زي كده لو دفعه نادي الزمالك هياثر تاثير جامد جدا 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 على القلعه البيضاء، خصوصا ان هو اصلا بيمر بازمه مش لطيفه في يعني عنده ازمه ماليه صعبه جدا خلال الايام دي، والطبيعي ان هو مش هيقدر يوفي حاجه زي كده لجيمي باتشيكو، فعايز يحل في الموضوع. ولسه ما فيش اي حاجه جيمي باتشيكو ما ردش بايوه او لا، او هحل او مش هحل. فدي المشكله الكبيره اللي بتواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي. نتمنى ان ربنا يا رب يوفق نادي الزمالك، وانه يرجع على الحاله المستقره بتاعته اللي كان عليها قبل كده. نتمنى ده يحصل ان شاء الله، ونتمنى ايضا انه يقدر يوفر كل المستحقات بتاعه اللعيبه، ونتمنى ايضا انه يقدر يوفر المستحقات بتاعه جيمي باتشيكو، والموضوع يتحل والازمه دي تعدي على خير ان شاء الله. وتعالوا كده سريعا ناخد المكالمه بتاعه مستر كروش المدير الفني للمنتخب المصري و لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر محمد مجدي قفشه بعد استبعاده قبل حفل زفافه. مستر كروش بعد المباراه بتاعت منتخب مصر ومنتخب ليبيا كلم محمد مجدي قفشه قبل زفافه وقال له عايزك تشتغل على نفسك كويس، عايزك تهتم باللياقه البدنيه بتاعتك. فضل يقول له كده شويه نصايح وقال له ان انت عنصر اساسي في المنتخب الوطني، فالطبيعي ان انت لازم تحافظ على يعني اللياقه البدنيه بتاعتك وتحافظ على نفسك وتحاول ان انت تتمرن كويس. دي كانت المكالمه لطيفه من مستر كروش لمحمد مجدي قفشه، وده كان الفيديو باختصار. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.